الصف السادس الكتاب المعاصر. يلا بينا. طبعا احنا هنا منظم organized، عصبي nervous، شخصية personality، بيرسونا اللي هي كلمة شخص اساسا وبعدين ality، ماهر clever، خجول shy. يلا بينا نحل الاسئلة اللي معاها. Not means worried about talking to people. لما يكون بني آدم worried about talking to people اللي هو شاي، يعني خجول يا شباب، يكون الآن worried about talking to people. She is not. She is tidy and clever. طالما tidy و clever تبقى organized اللي هو number one organized. اللي بعدها I feel a bit not and shy, a bit nervous. أنا حاسس ببعض النيرفس اللي هو بعض العصبية يعني. He is very not. He is a good at math. مثل يبقى clever، هو شاطر. حجرة دراسية classroom، صالة ألعاب رياضية اللي هي playground. فخور proud of، قربي. مقعد بنش او سيت، كلها مع نفس المعنى. كرة القدم الخماسية فايف اسايد فوتبول، حقيقة هي فايف اهي شرط اسايد فوتبول. بسم الله الرحمن الرحيم. We are always not of our parents. We are always if proud، ما في of يبقى proud يا ابني. He is sitting on a not. Sitting on يعني قاعد على البنش. We use not for gymnastics during physical education lessons. احنا بنستخدم الايه ال playground for gymnastics، لا او السبورت كلاب اللي هو نادي الرياضي. السبورت كلاب عشان النادي الرياضي ده احنا بنلعب فيه. There are 10 not in our school. 10 ايه؟ 10 classrooms. في عندنا 10 غرف للدرس في مدرستنا. أرنب يعني rabbit، صح؟ ده بيختلف شوية كتير عن الأرنب البري اللي احنا متعودين عليه اللي هو اسمه هي اللي هو الأرنب العادي حاجة كيوت كده وجميل. الأرنب البري اسمه hair، عالي يعني هاي، H I G H. يتذكر remember. shout يصل إلى get to. always speaks in a very shout a very loud low salt loud L O U D. I always not to school early. get don't not at me shout. don't shout at me يعني ما تصرخش في وشي. يا is a large rabbit. الهير اللي هو الحيوان الرابت البري بيكون ضخم جدا. سحلية lizard. مخالب crows. مستقل او حر free. fur. يدلل ديت لها معنيين، معنى ان هو يدلع ومعنى تاني ان هو يدلل بمعنى يشرح سبب. بصوا يا شباب المستقبل الجميل، احنا هنا بيت. بيت يعني يدلل اللي هو جاي من الحيوان الاليف اللي هو ايه بيت. وطبعا يدلل بمعنى يدي سبب اللي هو جيف ريزن. النبي دي ملاء مش عليكم الاخيره دي بس اوكي. في حاجه بقى عايز اوضحها بالنسبه لكلمه صاله الالعاب الرياضيه. انا كتبت بلاي جراوند ده صح، انما الفناء اسمه كورت. في حاجه كمان جيمنيزيوم، الحقيقه لازم نكتبها بالحرف جيم عشان المستقبل الجميل. هي جيمنيزيوم او بلاي جراوند الاثنين صح. الجيمنيزيوم اللي هي صاله الالعاب الايه الرياضيه. جيمنيزيوم اسمها يا شباب جيمنيزيوم، صاله العاب رياضيه. كورت او بلاي جراوند برضه صارت العاب رياضيه، كلها في النهايه مكان نقدر نلعب فيه.
يلا بينا نبدأ بقى نرتب. لا نرتب ايه، ده لسه عندنا listen 4 and 5. يشعر فيل هادئ calm أو quiet، فوضوي messy، فترة الاستراحة break، مهذب polite، play with your friend at break. ما at دي لازم يجي معها break يا شباب، مفيش معها حاجة تانية. at break sorry the room is a bit messy، أسفة الغرفة شوية مفوضجية. don't worry لا تقلق، stay calm مفيش حاجة اسمها stay quiet، quiet دي صفة، إنما calm دي حالة لحظية كده يعني شوية هادي شوية هوبا شوية اقع كده. it's not polite مش ذوق ان انت تتكلم بصوت عالي. تعال شوف عندنا البيت بنتكلم بعض ازاي. سفينة فضاء space ship، space يعني فضاء وship يعني سفينة. ساحة او فناء court لسه قايلها من شوية والله. ostrich ostrich يعني نعامة. معمل العلوم، معمل يعني laboratory، science يعني علوم بس المكان science مش واضحة اوي. lab هو laboratory. يستعير borrow we can borrow a lot of book، ممكن نستعير كتب كتير من المكتبة. the not is the place اللي هو المكان where we do experiments اللي هو ممكن نعمل احنا التجارب العلميه. ذا لابوراتوري لاب، والله انا الطلبه بتختصره. اللي بعده students can الطلبه can have break at ذا، ممكن العيال تضيع تاخد البريك بتاعهم في الكورت في الفناء at the court. a او an is a big bird which can't fly الاسترتش. يخرج مسرعا ضوضاء نويز خائف افريد او frightened، بس انا هستخدم هنا افريد لان frightened بتبقى مرعوب مندهش exciting او excited او هي على حسب اذا كان بني ادم او فرخ يستلقي. لا ولو بنت نحط لها است، هي بشيء نحط لها است يعني. نوها is not of dogs. نوها afraid of. خاف من الكلاب. She likes to not in her bed lie. Here اللي هو الأرنب البري. Here's a not inside the house. Here's a noise. سمع صوت دهشة في البيت. فكر حاجة جامدة. Here's door open. الباب كان مفتوح. And a small mouse. get away او run away هرب. خد بالك هنا I think ان احنا بنتكلم في المضارع البسيط يبقى run away. number 4 رفاهية luxury جاي من صابونة لوكس. had sharp ايجابي positive. تمشية a walk. ودود friendly. cats are usually friendly دي كده number one. you don't need to take cats for a walk دي number two. can you give me not point about keeping a cat positive يعني ممكن تديني جملة مفي يعني فيها positive فيها إيجابية إن أنا أحتفظ بقطة عندي في البيت، إيه الإيجابية في كده؟ تعال اتفرج عندي يا cats have not sharp عندها sharp claws عندها claws اللي هي الحوافر الحادة ديت اللي هي بتبقى صعبة جدا. هنقلب الصفحة. مهم جدا خد بالك انه انا الحاجات اللي حواليك ديت اللي هي your school ده انا عاملاها و your first day at school و cats and are the best pets. I think ان احنا محتاجين نرتب. يلا بينا I اللي هو انا يعني feel اشعر بشعر بايه؟ ب a bit shy قليلا من الخجل.
ابيت نيرفز الاول قليلا من اللي هو يعني ايه جايب اخر بس ساكت انشوي فول ستوب. الجمله اللي بعدها دونت وري دونت وري يعني لا تقلق وي ار فريندز. خد بالك بيبقى بعدها كومه لان هي دي جمله اعتراضيه دونت وري وهي خد بالك جمله امريه برضو بتبدا بامر لا تقلق وي ار فريندلي وي ار اول فريندلي اول كلنا يعني فريندلي. I help you هي تمشي كده I help you أو I can help you I can help you. ده الجملة اللي الولد قالها لصاحبه to know to I can help you get to know عشان تعرف the school المدرسة. جملة طويلة I can stay أنا ممكن أقعد معاك with you at break ممكن أقعد معاك في الفسحة. اللي بعده we are proud of our احنا كلنا فخورين باور بيتنا اور نيو الاول وبعدين العمر نيو اللي هو الشك وبعدين مودرن خد بالك في كوما مودرن جديد ومودرن حديث اكيد هاوس ولا بيلدينج بيلدينج اور اور لابوراتوريز اور equipments اللي هي كل معداتنا المعدات بتاعتنا our laboratories our laboratories our laboratories اللي هو كل معداتنا كل قصدي معاملنا have all equipments كل معاملنا مليانة equipments يعني مليانة معدات. آخر واحدة we can have break احنا ممكن نحصل على البريك at the court في الايه في الكورت في الملعب في الملعب في الفناء we اللي هو نحن يعني use جيمينيزيوم احنا بنستخدم صالة الالعاب الرياضية امتى بقى في الفيزيكال في الفيزيكال ايدوكيشن ديورينج اثناء الفيزيكال ايدوكيشن اللي هو الليسنز فيزيكال ايدوكيشن ليسنز يعني اثناء دروس الالعاب فيزيكال ايدوكيشن ليسن. السؤال دوت cats اللي هو القطط يعني مالهم عايزين فعل are beautiful حلوين القطط طبعا بالفراء الناعم بتاعهم with soft ناعم fur بالفراء الايه الناعم cats are القطط تكون independent pets. اخر واحدة cats القطط برضو are clean and calm clean يعني نظيف and calm يعني هادئ animals. باي باي.